تفاءلوا بالخير تجدوه. أهلا وسهلا بحضراتكم، نبدأ معكم حلقة جديدة السادسة. تحياتي بداية لكل جماهير الكرة في مصر اللي بتتابعنا واللي حاطة عدد كبير جدا من الأسئلة قدامها فيما يتعلق بمواجهة السنغال بعد 48 ساعة. عندنا كلام كتير جدا عايزين نقوله، بس خليني أبتدي الحقيقة بأنه المباراة دي ملهاش حسابات، والناس المتشائمة على الأقل تسكت ما تتكلمش، لأنه الحقيقة زي ما قلت لكم كرة القدم هي اللعبة الوحيدة اللي ما فيهاش منطق، ما فيهاش حاجة تقدر تربط بيها المقدمات بالنتائج. يعني على سبيل المثال، مش على سبيل الحصر، عشاق البارسا وهم رايحين من كام يوم يلعبوا مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو كانوا متوقعين ان هم هيتغلبوا وهيشيلوا سكور، وكانت المفاجأة انه البارسا قدمت عرض ولا اروع وكسبت كام في البرنابيو 4-0. نفس الفريق الملكي في تشامبيونز ليج خسر من بي اس جي في فرنسا بنتيجه 1-0، وعشاق البي اس جي توقعوا ان هم هيكرروا الفوز ده مره ثانيه على ريال مدريد في ملعبه وفي وسط جمهوره، ورغم كده الريال قدم عرض ولا اروع وقدر يكسب 3-1. جماهير مقدونيا وهي بتلعب ايطاليا في كاس العالم او في تصفيات كاس العالم المرحله الاولى من الملحق بتاع التصفيات كانت متوقعه او اشد المتفائلين فيهم بيقولوا بس نخسر بس مش بسكور، وقد كانت المفاجاه ومقدونيا اقصت ايطاليا من كاس العالم. الحسبه هنا الحقيقه ليها حاجات كتيره جدا متداخله. احنا متفوقين دفاعيا وده حاجه لابد ان احنا نشهد بيها لمنتخبنا الوطني، بنعاني هجوميا لكن في النهايه انت منتخب من ناحيه الدفاعيه منظم جدا، والسنغال بجلاله قدرها وهي منتخب ليه كل التقدير والاحترام ما نجحش في انه يتجاوز دفاعات مصر في المواجهه الاولى ولا حتى في المواجهه الثانيه. المواجهه الاولى اللي كانت في كاس افريقيا 120 دقيقه فشلت كل القوى الضاربه للسنغال في الوصول لمرمى ابو جبل، وتكرر نفس الموضوع في حراسه محمد الشناوي اللي طبعا 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 واكيد هيكون عليه دور كبير جدا. شد حيلك يا بطل، مصر كلها معاك ومستنياك في مواجهه السنغال الحاسمه.